الأخبار من الحدث. في ختام زيارته لعدن، جريفيث يقر بتداعيات سياسية لهجوم المطار ويتمسك بآمال التعافي بعد عودة الحكومة. قصف الحيمة يتفاعل، الإرياني يصفها بجريمة حرب، والحوثي يواصل استهداف مدينة تعز. ميليشيات الحوثي تطلق محاضرات طائفية في جامعة صنعاء دعوة للتجنيد. طيب أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، والحدث اليمني والبداية من اختتام المبعوث الأممي مارتن جريفيث زيارة سريعة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقى فيها الحكومة اليمنية في قصر المعاشيق. جريفيث أكد أن الهجوم الذي وقع في مطار عدن كارثي، ليس بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين فحسب، بل لما له من تداعيات سياسية قد تؤدي إلى انعدام الثقة، معربا عن أمله في أن يكون وصول الحكومة لعدن بداية التعافي بعد عام محفوف بالتحديات. من عدن ينضم إلينا مراسل الحدث رتفان الدبيس. أهلا ومرحبا بك رتفان. رتفان، إذن في الساعة التي تحدثنا فيها أنا وأنت أنه لم يكن هناك أي بيان صادر من خلال جريفيث، ولكن انتهت الزيارة، وبالتالي ماذا علق جريفيث على حجم الدمار وحجم ما تعرض له مطار عدن؟ مساء الخير. نعم، غادر قبل قليل المبعوث الأممي بعد لقاءات مع عدد من المسؤولين اليمنيين بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. المبعوث الأممي أدان مجددا الهجوم الإرهابي على مطار عدن، وقال إن استهداف الحكومة هو تقويض عملية السلام، وأنه سوف يقوم والأمم المتحدة بدعم هذه الحكومة من أجل عودة الحياة والاستقرار وتطبيع الحياة في اليمن. طبعا مارتن جريفيث عقد عدد من اللقاءات، اولا مع رئيس الوزراء. رئيس الوزراء قدم شرح مفصل على استهداف المطار، وطالب ايضا المجتمع الدولي للوقوف مع الحكومه التي هي امل كل اليمنيين. مارتن جريفيث قال بانه اتصل بالامين العام بالامم المتحده واخبره عن الجريمه التي حصلت، وانه كان يشاهد في مطار عدن اثار الدمار الذي خلفتها صواريخ ميليشيات الحوثي على المطار. بعد ذلك كان لقاء مع وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وناقش معه أيضا عملية السلام وكذلك استهداف الحكومة وكيفية الوقوف إلى جانب الحكومة. ثم انتقل بعد ذلك للقاء السلطة المحلية، وهي النموذج الأول لاتفاق الرياض هنا في عدن. التقى بمحافظ المحافظة وقال بأنه سيبلغ كل المنظمات الدولية لدعم الاستقرار، وقال إنه يشعر بارتياح كبير وهو يشاهد عدن اليوم تعود فيها الحياة، وأن تطبيع الحياة فيها مستمر من قبل السلطة المحلية من قبل الحكومة. وكذلك قام بعد ذلك بمغادرة مطار عدن بعد زيارة كانت مليئة باللقاءات، وكذلك شرح مفصل من جميع المسؤولين اليمنيين للوضع الحالي في عدن والمناطق التي ما زالت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. نعم رتفان، يعني زيارة مارتن جريفيث اقتصرت فقط على الحادث الذي أدى إلى كل هذه الكارثة داخل مطار عدن، لكن لم يلتقي هو مثلا بلجان منظمات أو ما شابه ذلك من أجل رفع حتى قضية أنه هناك ما زال هناك قضايا إنسانية كثيرة كانت فرصة وجودة. يعني مارتن جريفيث لأنه وصل بعد ظهر هذا اليوم انتقل إلى قصر المعاشيق لالتقاء بالرئيس الحكومة ووزير الخارجية، وبعد ذلك لقاء السلطة المحلية هنا في عدن، زار مطار عدن، تفقد بمعية المحافظ معرض للصور الذي يثبت تورط ميليشيات الحوثي وأيضا الدمار والضحايا. ليش الزيارة قصيرة أيضا رتفان؟ لماذا الزيارة قصيرة؟ التي كانت تستهدف الحكومة. لماذا الزيارة قصيرة بهذا الشكل؟ لا نعلم
لا نعلم لماذا الزيارة قصيرة، ولكن مراقبون يرون أن زيارة مارتن غريفيث في هذه المرحلة وبعد تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، هذا يدل على أن هناك دعم أممي واضح للحكومة اليمنية الجديدة، حكومة الكفاءات، لتستطيع أن تقوم بدورها لمساعدة الشعب اليمني الذي هو واقع تحت جرائم ميليشيات منذ 5 سنوات. شكرا جزيلا على هذا الوقت. من عدن كنت معنا مراسل الحدث رتفان الدبيس. شكرا رتفان. إذن وفور وصوله مطار عدن في أول زيارة بعد محاولة فاشلة لاغتيال الحكومة، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث محافظ عدن أحمد حامد لملس، وتوقف غريفيث عند معرض للصور الفوتوغرافية الخاص بالعمل الإرهابي الذي استهدف المطار، ووقع المبعوث الأممي على وثيقة إدانة واستنكار للعمل الإرهابي. اليوم في مطار عدن الدولي نستقبل المبعوث الدولي الأممي إلى العاصمة عدن، التقى بالدولة رئيس الوزراء والحكومة والتقى محافظ عدن، أيضا لمشاهدة ما ارتكبته عناصر الإجرام الحوثية في مطار عدن، في الأبرياء، في المواطنين المدنيين، في موظفين المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملين في عدن. هذه جريمة إنسانية بحق. نحن اليوم سنمر بالمبعوث في معرض الصور ومعرض الأحداث. التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في عدن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والذي بارك له بالسلامة والحكومة عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن. وقدم عبد الملك للمبعوث الأممي تفاصيل حول سير عملية التحقيقات الأولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، وكان الهدف منه إبادة الحكومة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تؤكد مسؤولية ميليشيا الحوثي الإنقلابية من خلال خبراء إيرانيين عن هذا الهجوم الإرهابي الدامي على مطار مدني في اختراق لكل القوانين والأعراف الدولية. في ظل الزيارة التقى أيضا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في عدن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. بن مبارك عبر عن تقديره للتضامن الذي أبدته الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية جراء استهداف مطار عدن، وجدد استمرار الحكومة في شراكتها الفاعلة لعملية جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وبذلها الجهود لخدمة السلام، والذي يعالج جذور المشكلة وينهي الانقلاب والحرب ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين للعيش بكرامة وسلام. جدد كذلك في لقائه اليوم، سواء في لقائه معي أو مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين، أكد كذلك وبأشد العبارات، خاصة بعد أن رأى ما رآه في موقع الهجوم، إذ قام بزيارة إلى قاعة الزعفران مقر الهجوم، ورأى حجم التدمير وحجم الكارثة وكيف أن هذا الاستهداف كان استهداف حقيقي ومباشر. في لقائه معه أطلعته على كافة التفاصيل المتاحة الآن من خلال لجنة التحقيق التي لا زالت تستكمل تحقيقاتها، والتي جميعها تؤكد من خلال الأدلة التي جمعت والاستدلالات بأن هذا الهجوم نفذته الميليشيا الحوثية، وهو تعبير عن حالة اليأس ومحاولة لقتل أي فرصة تلوح في الأفق تخفف عن أمال شعبنا. هذه الحكومة أتت في عدن لتبقى، هذه الرسالة الرئيسية التي أبلغنا فيها المبعوث الأممي. ينضم إلينا من القاهرة أستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. أستاذ صالح، هذه الزيارة السريعة ومعرض الصور الذي اطلع عليه مارتن غريفيث، هناك سؤال يطرحه الرأي العام وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي الآن وأتابعها، أنه لماذا لم يأتي وقت وقوع الحادث ولم يشاهد ذلك بمرأة العين؟ يعني دماء، ضحايا كثر، هجوم على حكومة، يعني واقع كان من الممكن أن يشرح نفسه بعيد عن الصور الفوتوغرافية. من وجهة نظري، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. من وجهة نظري الخاصة، ما يقوم به مارتن هو مسرحية عبثية ودراما، لم يعد أحد يصدق مثل هذا أو مقتنع بما يقوم به. أن يقوم بزيارة سريعة إلى عدن للتأكيد وقوفه أو دعم الأمم المتحدة للحكومة الجديدة أو للحكومة الموجودة في عدن وإدانته للميليشيات أو لإدانته لما اسمهم، ولم يدين الميليشيات، وهذه نقطة تأخذ يعني أيضا، لم يدين الميليشيات، اكتفى فقط بالحديث على المعادية للسلام.
الأعداء للسلام أيوة، وبالتالي يعني كان مثل هذا الكلام كان يكتفي أن يعملوا في بيان بدل هذه الزيارات المكوكية التي بيع فيها الوهم، والذي سأمنع من كل هذه الزيارات التي ليس لها أي نتائج. ما هي النتائج التي يمكن أن تعطي تفاؤل لدى المواطن؟ هذا الرجل لا يملك رؤية حقيقية للحل، لا يمتلك الرؤية الحقيقية للحل. حتى الحلول التي بدأ في الترويج لها أو بدأ بتقديم مسودة لها هي عبارة عن مسودة لحلول جزئية. نحن بحاجة إلى حل شامل للقضية اليمنية أو الملف اليمني، لسنا بحاجة إلى الجزئيات البسيطة التي أصبح يسوقها هذا المبعوث. أنا يعني أستغرب أن يقوم بزيارة وأن يعمل له كل هذا الهيلمانة على أساس أنه وصل إلى عدن والتقى برئيس الوزراء وقال له أنا أدين هذا العمل الإرهابي وأدعمكم. هذا وإلى أي مدى تصنيف يعني الأمم المتحدة إلى أي مدى تصنيف الأمم المتحدة غير ما عرض أيضا على الشاشات وشوهد عبر العالم في لحظتها الهجوم على الحكومة وبالتالي الهجوم على مطار مدني، إلى أي مدى قد يؤخر أو يعطل أو يعرقل أو يضع ستارة على من هو المتسبب؟ نحن نعتقد أن الأمم المتحدة لم تستر على هذه القضية أو لم تتأخر في إبداء رأيها على هذه القضية، وإنما قضايا كثيرة جدا حصل نفس الكلام. وبالتالي يعني نحن في الحكومة اليمنية في كل مرة يحدث مثل هذا نحاول أن نلقى الأمم المتحدة، نتعاطى مع كل الرؤى وكل المشاريع المقدمة للأمم المتحدة، لكن للأسف الأمم المتحدة دائما تأخذ الطرف الآخر، الطرف الذي دائما هو الطرف المعتدي، الطرف الذي يعرقل كل جهود السلام. ولا ندري لماذا حتى الآن مارتن غريفيث برحلاته المكوكية الكثيرة جدا لم يقدم تقريرا حقيقيا عمن يعرقل قد يكون أنه وجد المساحة لذلك. أستاذ صالح، وجد اللهجة الناعمة، لم يجد الصوت العالي من قبل الحكومة اليمنية أنه لابد من توجيه أصابع الاتهام للحوثيين والميليشيات، خاصة أنه أصبح على مرأة ومسمع أيضا من العالم، لم يعد هناك شيء خفي. يعني الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد المنصور هادي وبرئيس الوزراء دائما دعاة سلام، نحاول أن نبحث عن السلام في كل يعني بكل يعني إشكالية صغيرة بنحاول نحن نعمل لها حل بحيث نحن نصل إلى حل قدري للقضية اليمنية التي طالت الآن نحن ست سنوات ونحن مع هذا الرجل أو مع غيره نبحث في شيء يعني في سراب. الحكومة اليمنية تتعاطى مع كل الرؤى اللي قدمها، مع كل المسودات التي جاء بها، مع كل المقترحات التي عملها، لكن هذا الرجل لا يستطيع أن يضغط على الميليشيات أو يقدم ما يؤكد بأنها تعرقل أو ما يؤكد بأنها تقوم بالاعتداءات، وبالتالي ستظل القضية معلقة وسنظل نحن نحفر في الجدار. لن نصل إلى حل إلا يعني بتغيير هذا المبعوث أو نستطيع أن نحل مشكلته، والمشكلة تكمن في أننا لم نجد حتى الآن كما ذكرت سابقا. وهل الخلل يعني أيضا أستاذ صالح الشريك الحقيقي في سلوك المبعوث؟ لم نجد الشريك الحقيقي الذي نستطيع أن نجلس مع هذا الشريك ونستطيع أن نقف معه ونوصل معه إلى حلول من شان هذه الحلول أن تبدأ في تعجيل في عملية السلام. لكن كم جلسنا مع هذه الميليشيات في مفاوضات السويد في مفاوضات الكويت ودائما هي تنكث في العود، وبالتالي من عنده القدرة على الضغط على هذه الميليشيات حتى نوصل معها إلى بداية الحلول لننفذ حتى ما تم في ستوكهولم؟ حتى الآن لم ننفذ أي حاجة. ما هي إنجازات هذا الرجل؟ هذا الرجل يعني يسوق لنا الوهم. هذا الرجل لم يستطع حتى حل مشكلة بسيطة تتمثل في الناقلة صافر. ماذا لدى هذا الرجل من رؤية لحل مشكلة اليمن؟ اليوم نحن أمام تحدي حقيقي أنه يجب أن يتغير المبعوث الأممي، ومرحلة مختلفة بكل تحدياتها أيضا. أستاذ صالح، مرحلة مختلفة. أعتذر على المقاطعة، هذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا على التوضيح. كنت معنا من القاهرة أستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا لك.
فاجعة أخرى تصيب تعز، حيث أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قصف الحوثيين على قرية الحيمة في محافظة تعز، والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال، وقال إنها تمثل جريمة حرب وعقاب جماعي للمنطقة. من جانبه أدان مركز تعز الحقوقي جرائم الحوثيين بحق المدنيين في منطقة الحيمة شمال شرق تعز، وقال المركز إنه تم رصد مقتل وإصابة 18 معظمهم أطفال ونساء. أضاف المركز أن ميليشيا الحوثي فجرت منزلين على الأقل واقتحمت 18 منزلاً وأخرجت أهلها من داخلها. وكانت وكالة الأنباء اليمنية أكدت مقتل 6 مدنيين وإصابة 7 آخرين في قصف الحوثي منازل المواطنين في منطقة الحيمة شرق تعز، حيث قصفت وحاصرت المنطقة بعشرات المدرعات. أصيب مدنيين برصاص قناص ميليشيا الحوثي بعد ساعات معدودة من إصابة امرأة بشظايا قذيفة حوثية في مدينة تعز أيضا. وقال مصدر محلي أن عبد المجيب عبد المجيد وهو عامل بناء أصيب برصاص قناص ميليشيات الحوثي ظهر الخميس في شارع 30 بمنطقة الدمينة غربي مدينة تعز. وكانت الشابة شيماء أحمد حسن قد أصيبت بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي مساء الأربعاء على منزلهم في حارة القرية الواقعة بمنطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز. ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمنية دكتور حمزة الكمالي. أهلا ومرحبا بك دكتور حمزة. دكتور حمزة، كأن السيناريو حجور، أهلا ومرحبا، يتكرر مرة أخرى الآن بنفس النمط وبنفس العقل وبنفس المدرعات بنفس استنزاف. يعني لا يعني فعليا لا أملك سؤال مع كل هذا الدم. أنا في تصور أن هذا هو إجراء ميليشيا الحوثي، أولا تضامن الكامل مع هؤلاء الأبطال من أبناء قرية الحيمة الذين يواجهون هذا الصلف وهذا الإجرام الذي تقوم به ميليشيا الحوثي. هذا الإجرام وهذه الجرائم ليست جديدة على ميليشيا الحوثي، هذا هو ما تفعله ميليشيا الحوثي في مناطق، هذا ما يصل للناس هو نزر قليل من يعني قليل جدا مما يحصل. حوثيين يمارسون طيب ليس بجديد، هل اعتدنا على ذلك دكتور حمزة؟ يعني هل الناس مجبرة أنها تتعود على ذلك؟ أنا أقصد أنه هذه هي جرائم الحوثي وهذا ما يفعله الحوثي داخل مناطقه، لكن كيف يكون رد الفعل؟ كيف أن الناس يتحدوا ويوحدوا صفوفهم لمواجهة هذه الميليشيات؟ لن يأتي السلام مع الحوثي وهو يستمر في القتل وفي الإجرام. يعني عندما نتحدث عن إعلام مشترك نتحدث عن دعوات سلام، والحوثي يمارس هذه الانتهاكات في كل المناطق. الحوثي يقتل في تعز، يقتل يحاصرها ويتعامل معها بعنصرية، ونحن نعلم بأنه الأبناء تعز كلهم الذين قاوموا وضقفوا ضد الحوثي هم من يريدوا أن ينهوا هذا المشروع، ويجب أن يتوحد الناس داخل تعز لمواجهة هذا المشروع والوقوف ضده. كان هناك يعني حديث أن الحوثي سيريد سلام، والحوثي يتحدث أمام الجميع يقول هذا ها هو السلام وها هي سياستي وها هو ما فعله مع الناس. طيب من يشجع الناس على التضامن والاتحاد والدفاع عن أنفسهم وعن أطفالهم وهم لا يملكون السلاح؟ من يساعدهم على ذلك؟ الجيش الوطني عليه في تعز أن يدعم قرية الحيمة، على الحكومة أن تدعم هؤلاء المواطنون في مقاومتهم الشريفة وأن تدعمهم وأن تتحرك الجبهات في تعز دعم. بالمناسبة الحيمة تستغيث مثلها مثل حجور سابقا، يعني هناك دعوات للاستغاثة من النساء والأطفال وما زال النداء مستمر. ما يحصل في الحيمة حصل في حجور وحصل قبل ذلك في الرضمة ويحصل في كل المناطق التي تواجه ميليشيا الحوثي، ونقول وحصل أيضا في عتمة. أنا أقول إنه هذه المقاومات هذه التحركات وهذه ردود الأفعال وما يفعله هؤلاء يجب أن يلاقي دعم حقيقي من الحكومة، وأنا أتصور إنه الحكومة يجب أن تتحرك وأن تتجاوب مع الناس. هؤلاء الناس يعبرون عن رفضهم لميليشيا الحوثي ويقولون بأنهم لن يخضعون، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك عسكري على الأقل يساعد لإسناد الناس ولا يتركوهم وحيدين ولا يتركوهم بلاقوا مصيرهم، لأن الحوثي كلما نجح في قمع مثل هذه الانتفاضات كلما استمر أكثر، وهي هذه الأشياء هي التي تجعل الحوثي يحكم بدون أن يكون هناك لهم منازعين في حكمه. لذلك أنا في تصور أنه يجب أن يتم دعمهم عسكريا، يجب أن يتم دعمهم إنسانيا، لأنه ما يحصل الآن كارثة إنسانية، والمفترض كان يكون هناك موقف من المبعوث الأممي وحديث المبعوث الأممي، لأن هذه جرائم ترتكب بحق مدنيين لا يجب أن يتم السكوت عنها. إلى متى التعويل يا دكتور حمزة على المجرب الذي لا يجرب؟ يعني الحديث كان قبل شوية مع أستاذ صالح على أنه المبعوث هو لم يشير حتى بإصبع للمتهم الذي أعلن عبر العالم وعبر كاميرات، يعني شاشة الحدث واحدة من الشاشات التي نقلت حصريا الانفجار وهذا التفجير، ومع ذلك ما زال مارتن مصر على أنه يشير بإصبعه فقط لجماعات لا تريد السلام.
أنا في تصور أن هذه المشكلة الرئيسية مع المبعوث. المبعوث الأممي لم يتحلى بالشجاعة ولم يتعامل بوضوح ولم يتحدث. من يريد أن يحل المشكلة عليه أولا أن يعترف بها. والمشكلة لدينا أن الحوثي هو من ينتهك ويرتكب هذه الجرائم. وقلنا وتحدثت الحكومة عن المبعوث وقالت له بأنك عندما تتغاضى وتسكت ولا تقف تدين الحوثي سيستمر في جرمهم. لا تعتقد بأنك بما تفعله ستكسب الحوثيين، بالعكس الحوثيين سيعتقدوا وكأنها ضوء أخضر للاستمرار في الانتهاكات. وهذه هي المشكلة، أننا لا يتم التعامل الأممي بشكل جيد. لكن أنا في تصوري أننا لا يجب كما قلتي أن نعول على المبعوث الدولي، يجب أن يتم ترتيب الأوضاع العسكرية. نحن الآن في اتفاق، هذا الاتفاق يتم تنفيذه والحمد لله، اتفاق الرياض سيوحد الصفوف. يجب أن يتناقش اليمنيين بوضوح في خياراتهم العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. يجب أن توحدت القوات، ما هو المانع؟ يجب أن يتم تحريك الجبهات والتحرك بشكل واضح وصريح. لا نبقى بحالة دفاع. الحكومة التزمت للأسف بسبب الصراعات التي حصلت خلال الفترة الماضية أصبحنا في موقع دفاع فقط. اليوم يجب أن تتحرك القوات الشرعية وقوات الانتقال. طيب صوت الحيمة وصوت تعز وما يحدث في تعز، الحكومة هل تسمعه الآن؟ أنا متأكد أن الحكومة تسمعه، ومفترض أن يكون هناك تحرك على المستوى العسكري ومتحرك على المستوى الإنساني وحتى على المستوى السياسي والدبلوماسي لفضح هذه الجرائم والتحديث أمام العالم ولكشف هذا العالم والكشف أمام المجتمع الدولي أن هذه الانتهاكات ستستمر طالما استمر الحوثي، وأن يكون العمل مصاحب لهذه التضحية التي يقدمها الناس في مواجهة ومقاومة مشروع ميليشيا الحوثي. وأنا أتصور أنه لا يعول على الخارج كثيرا، يجب أن نعول على أنفسنا وأن نساعد أبناء الوطن في مقاومتهم وفي وقوفهم وموقفهم الوطني والصادق في مواجهة ميليشيا الحوثي. يعني هل نتوقع أنه خلال يعني لأنه الحيمة لن تنتظر أيام، يعني خلال الساعات القادمة يؤخذ قرار بأنه لابد من التحرك، توحيد الجبهات ربما لإنقاذ ما تبقى من إنقاذ. نحن نسمع أصوات أطفال ونساء تستغيث، صورهم تملأ السوشيال ميديا. صحيح، الموقف من الحيمة هو موقف إنساني بالدرجة الأولى، هو موقف يتطلبه الإنسانية وليس فقط موقف عسكري. هذا الموقف الإنساني يجب أن يذهب به الجيش الوطني في تعز، ويجب أن تتحرك قوات الشرعية في تعز وفي المناطق المحيطة لإنقاذ هؤلاء المواطنين القابعين تحت حصار ميليشيا الحوثي. هذه العملية، إن هذا العمل إذا تم فهو عمل إنساني بالدرجة الأولى، ويجب أن يساند الجميع وأن يتجاوزوا خلافتهم بالأخص داخل مدينة تعز للتحرك وإنقاذ هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين هم يعانون ويقتلون. وللأسف المجتمع الدولي صامت ولا نرى منه أي موقف، لكن لن نعول عليه ونقول أن الموقف هو الموقف الداخلي بتوحيد الجبهة الداخلية والتحرك لإنقاذ هؤلاء وإنقاذ مدينة تعز من هذا الصلف وهذا الإجرام. أشكرك جزيل الشكر على توضيح هذا المشهد من القاهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمنية الدكتور حمزة الكمالي، شكرا جزيلا. قالت مصادر في صنعاء إن ميليشيا الحوثي أطلقت محاضرات طائفية في مختلف كليات جامعة صنعاء الحكومية وحتى الجامعات الأهلية، إضافة إلى المدارس، بهدف إغراء الشباب وتجنيدهم في صفوفها. المصادر تابعت أن الميليشيات تحاول جاهدة تغطية خسائرها البشرية من خلال إغراء واختطاف الشباب من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وتصر على إقامة فعاليات ومحاضرات طائفية في مختلف الكليات. كارثة الألغام أتلفت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام بالتنسيق مع الفرق الهندسية للقوات المشتركة عددا من الرؤوس الصاروخية والألغام الحوثية في ساحل المجيليس بمديرية التحيتة جنوب الحديدة. وقال المهندس سامي حميد في فريق 26 مسام أنهم يقومون بالتخلص من هذه الألغام والصواريخ الحوثية التي تزن 500 كيلو جرام بعد تفكيكها من المناطق السكنية في محافظة الحديدة. أضاف أن ميليشيات الحوثي قامت بزراعة الألغام والرؤوس الصاروخية التي حولتها إلى عبوات ناسفة في الطرقات العامة والفرعية التي تؤدي إلى المدن والقرى السكنية في المحافظة. الأخبار من الحدث. في ختام زيارته لعدن، غريفيث يقر بتداعيات سياسية لهجوم المطار ويتمسك بآمال التعافي بعد عودة الحكومة. قصف الحيمة يتفاعل، الإرياني يصفها بجريمة حرب والحوثي يواصل استهداف مدينة تعز.
ميليشيات الحوثي تطلق محاضرات طائفية في جامعات صنعاء دعوة للتجنيد. شكرا لكم على المتابعة والتعازي لكل أهالي الضحايا. نلقاكم على خير في أمان الله.